الرئيس السيسي يؤكد خلال الاحتفال بذكرى 30 من يونيو أن إرادة المصريين خلقت دولة متماسكة ينعم شعبها بالأمن والاستقرار. حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين يؤدون طواف الوداع بعد رمي الجمرات بمشعر منى في ثاني أيام التشريق. ماكرون ينشر تعزيزات إضافية للسيطرة على أعمال الشغب بالبلاد، والأمم المتحدة تصف الشرطة الفرنسية بالعنصرية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الصمود الذي أظهره الشعب المصري خلال 10 سنوات الماضية سيظل محلا للدراسة، وأن إرادته الصلبة التي حولت مصر من دولة يتهددها الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة. وأضاف الرئيس السيسي في كلمته للمصريين بمناسبة ذكرى 30 من يونيو أن الاستقرار والأمن الذي تنعم به مصر دفع ثمنه الشعب المصري وأبطال القوات المسلحة والشرطة. شعب مصر الأبي، إن الصمود الذي أظهرتموه خلال السنوات 10 الماضية منذ ثورة 30 من يونيو المجيدة سيظل محلا لدراسة المفكرين والباحثين. فكم من تساؤلات أثيرت عن سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصري ومؤسسات دولته الوطنية، وبين الشعب وقواته المسلحة. واحتار الكثيرون في منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، التي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه الانقسام الخطير وشبح الاقتتال الأهلي إلى دولة متماسكة ينعم شعبها بأمن واستقرار غالي الثمن. دفعه أبطال من صلب هذا الشعب من قواته المسلحة وشرطته الذين تصدوا بصدورهم لموجة إرهاب هي الأعتى والأشرس. أشاد الرئيس السيسي بحجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية، وأكد الرئيس السيسي أن تلك التضحيات لا يليق بها سوى الانتصار بالمضي قدما على طريق التنمية والبناء، على طريق تحسين أحوال وحياة الناس وصولا لحلم الجمهورية الجديدة في جميع المجالات. الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء، لتجتمع كل مكونات الوطن في منظومة متكاملة تقود بلدنا الحبيب نحو تحقيق الحلم الذي طالما راود المصريين، حلم التقدم والنهوض بالوطن، حلم الجمهورية الجديدة الحديثة المتقدمة في جميع المجالات. كل عام ومصر وشعبها بخير وسلام وأمان. وأخيرا ودائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. We'll be right back.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الشعب المصري ضرب في ثورة 30 من يونيو المجيدة أروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وبهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه وأشد بأسا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود. ووجه الرئيس السيسي على حسابه بموقع تويتر تحية غالية إلى شعب مصر وجيشها وشرطتها ولكل الأيادي العاملة والناجزة في جميع الميادين. وجدد الرئيس السيسي العهد مع المصريين في هذه الذكرى الغالية، مؤكدا أن مصر لن تتخلى أبدا عما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات، سائلا المولى عز وجل التوفيق وأن يلهمنا دائما وأبدا طريق الخير والصواب. هنأت السيدة انتصار السيسي الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو التي قدم فيها المصريون مشهدا تاريخيا عظيما في حب الوطن والدفاع عنه. وأضافت على صفحتها بموقع فيسبوك أن الشعب المصري قدم الغالي والنفيس لحماية مصر من قوى الشر والإرهاب. ودعت السيدة انتصار السيسي المولى عز وجل بأن يحفظ مصر وشعبها وأن يديم عزها واستقرارها. حرصت الدولة على المضي قدما في مسيرة التنمية بالتوازي مع جهود مكافحة الإرهاب، هذا وقد دفعت القوات المسلحة بالغالي والثمين من أبنائها الشهداء من أجل حماية الوطن والقضاء على الإرهاب. تشارك وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو. من جهتهم أشاد المواطنون بالثورة وبالإنجازات التي تحققت على أرض مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أحلى حاجة حصلت في مصر كانت 30/6، يعني دي كانت يوم جديد يعني بالنسبة لنا كلنا. ربنا يا رب يخلينا السيسي ويخلي لنا مصر عيد سعيد على مصر كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. بنقول للسيسي استمر واحنا بنحبك وربنا معاك. مصر عليها العين وولادها الغاليين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. انا امريكاني بس انا بحب مصر وعبد الفتاح السيسي. كل سنه والريس طيب وربنا يخليه لنا يا رب كده. كل سنه طيبين وكل سنه والامه العربيه ومصر كلها بخير، وكل سنه طيبين بمناسبه 30/6 والعيد. وربنا يخلي لنا السيد الرئيس اللي فتح لنا مشاريع وفتح بيتنا ولينا 6 سنين بنخدم بس في العالمين هنا. مصر عليها العين وولادها الغاليين، من يومهم واقفين للي بيعادي مصر. هنا بلد الجدعان
كل سنة ورئيسنا السيسي كل سنة وشرطتنا واحنا ايد واحدة، وكل سنة يا رب وانتوا دايما منورين حياتنا. احنا جعل لنا وقت كنا بننامو صحيين، الناس دي خلتنا النوم الطبيعي. انا بحبك يا رئيس وانا منتخبات هو رئيس. التطوير اللي احنا شايفينه في البلد هيعود علينا وعلى اولادنا بعد كده في الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا يقويك على اللي انت فيه ويزيدك قوه. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف. بشكر الريس على الحاجات الحلوه اللي اتعملت في البلد. 30 يونيو دي يعني تحول كبير قوي في حياتنا. ربنا يحمي لنا البلد ويحمي لنا الريس يا حبيبي عمي. وربنا يخليه لنا يا رب. وانا معاه على طول الطريق. هنا مصر اللي عشناها اتباها، هنا مصر احلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر انسان مخلص لمصر، كلنا وراه وكلنا في ظهره وكلنا معاه ايا كانت الظروف، لو اصعب ظروف كلنا معاه. هنا ما بنعرفش محال، هنا لما نقول يا بلادي صوتنا يرك السكان. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف. وعيد ثورة سعيد عليه يا رب إن شاء الله، يعود عليكم الأيام بخير يا رب إن شاء الله، وتبقى سنة سعيدة علينا كلنا يا رب إن شاء الله. أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي هنا مصر. بمناسبة 30/6 يا قائدنا، ربنا يحافظ عليك، خليك لمصر، خليك لينا يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشتة بيبان من اللي بيحب مصر. هنا مصر اللي عشناها اتباها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر. سنة طيبة يا ريس، سنة طيبين. متشكرين على اللي انت بتعمله معانا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هنا ما بنعرفش الخوف، نتحدى في اي ظروف. يوم جميل ان احنا نعيد على سيادة الرئيس وعلى شرطتنا الجميلة وعلى جيش مصر الجميل. احييك يا سعادة الرئيس واشكركم صراحة، والله يدوم الامن والامان في مصر. يوم عظيم جدا اللي احنا يعني مصر جمعت على كلمة واحدة واخترنا الراجل المناسب الحمد لله. يوم 30/6 ده كان زماننا في حتة تانية خالص، فالحمد لله والشكر لله ان ربنا اكرمنا ووفقنا لهذا الامر، ونحن عبرنا بالبلد من ناحية من اقصى الشمال الوسط. هنا مصر اللي عشناها اتباها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر. تتواصل الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، حيث تشهد دار الأوبرا المصرية احتفالا خاصا بهذه المناسبة، يقدم فيه عدد من مطربي الأوبرا أغان وطنية وسط حضور جماهيري كبير. وللمزيد من المتابعة انضم إلينا الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من هناك. أحمد، صف لنا الأجواء لديك. نعم، بالفعل على مدار هذا اليوم تتواصل المظاهر الاحتفالية منذ ساعات الصباح الأولى لذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة. وفي مساء هذا اليوم يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية هذه الاحتفالية الكبيرة والضخمة التي تقيمها دار الأوبرا المصرية احتفاء بهذه الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو. هذه الاحتفالية تحديدا نظمتها مركز تنمية المواهب الذي هو من التسعينيات، تم إنشاؤه هنا في دار الأوبرا المصرية، ويشارك في هذه الاحتفالية كثير من النشأ الصغير والشباب أيضا صغار السن الذين يقومون
بتقديم مجموعة من الأغنيات الوطنية، ومن بين هذه الأغنيات التي تقدم هنا على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية مصريتنا وبالأحضان ومصر أم الدنيا ويا حبيبتي يا مصر. هذا فضلا أن الحفلة بدأ اليوم منذ قليل بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية وسط إقبال كبير من الجمهور والعائلات والأسر المصرية التي جاءت خصيصا إلى المسرح الكبير هنا في دار الأوبرا المصرية لتتذكر معا وسويا هذه الإنجازات والمنجزات في الذكرى 10 لثورة 30 من يونيو. في هذه النقطة تحديدا أشير إلى أهمية مركز تنمية المواهب هنا في دار الأوبرا المصرية وأهمية أن نعلم النشأ الصغير والشباب صغار السن بهذه الذكريات والأحداث الوطنية التي شهدها تاريخ مصر الحديث في الفترة الأخيرة، وبالتالي من الضروري جدا أن نقوم ونعلم هذه الأجيال جيلا بعد جيل بهذه الأحداث الوطنية المهمة مثل ثورة 30 من يونيو. أشكرك شكرا جزيلا الزميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من دار الأوبرا المصرية. وما زلنا نتابع مع حضراتكم فعاليات المشاركة باحتفالات 30 من يونيو، ونتحول الآن إلى الزميل كريم بيبرز من الساحل الشمالي. كريم، بعد التحية صف لنا الأجواء لديك، وضعنا في صورة الاحتفال بالذكرى 10 لثورة 30 من يونيو. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، بالفعل كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة هذه الذكرى 10 لثورة 30 من يونيو. أنا متواجد داخل منطقة الساحل الشمالي، وتحديدا نتحدث اليوم حول واحدة من أهم مخرجات ثورة 30 يونيو وهي مبادرة كلنا واحد، مبادرة كلنا واحد التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه المبادرة الخاصة بوزارة الداخلية بالتعاون مع عدد كبير من السلاسل التجارية والمحلات الكبرى الخاصة بالأغذية والخاصة بتجارة الجملة والخاصة بالمطاعم وغيرها من الأماكن التي توفر السلع والخدمات المختلفة للمواطنين بتخفيضات معينة في مواسم معينة. ولكن اليوم بمناسبة ذكرى 10 هناك تخفيضات تبدأ من 20% إلى 30%. رصدنا المواطنين بالفعل يتحركون للأماكن المختلفة من المطاعم وغيرها، وتحديدا السلاسل التجارية والمحلات التجارية، حيث رصدوا بالفعل هذه التخفيضات على منتجات أساسية مثل الأرز والسكر ومنتجات أخرى من العصائر ومنتجات كثيرة جدا متنوعة كان عليها التخفيضات بالفعل وصلت لي 30%. تحدثت مع المواطنين وسألتهم عن رأيهم في هذه التخفيضات وهذه يعني المبادرات المختلفة الخاصة بالـ30 من يونيو. هناك من أشاد بهذه الحركة وهذه الثورة في 30 من يونيو وعن مخرجاتها والتي وصلت إليها الدولة المصرية منذ ذلك الوقت. بعض السيدات وبعض الأمهات تحدثوا عن أهمية عودة الوطن مرة واحدة لأحضان المصريين. هناك البعض الآخر أشاد بهذه المبادرة وبهذه التخفيضات خصوصا في ظل الضغوطات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع ولها تأثير بالطبع مباشر على الدولة المصرية، فأشادوا بأهمية هذه التخفيضات في هذه الأوقات مما يخفف وطئة الضغط الاقتصادي من على كاهل المواطن المصري. نرصد هذه المبادرة في عدد كبير من الأماكن ونقاط عدة على طول الساحل الشمالي، بداية من بوابات الإسكندرية وبوابات الحمام ووصولا حتى العلمين والعلمين الجديدة. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من الساحل الشمالي. تتواصل المظاهر الاحتفالية والفعاليات في مختلف المراكز التجارية بمناسبة الذكرى 10 لثورة 30 من يونيو، وحرص المواطنون على الاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تقدمها مبادرة كلنا واحد، حيث تم خلال الفعاليات توزيع هدايا مختلفة على المواطنين. ذكرى جميلة وإحنا بنحتفل بيها بشكل خاص، لأن طبعا يعني ما مدى أهمية ذكرى الثورة ديت يعني مترسخ في نفوسنا وما توصل إليه والحال اللي إحنا توصلنا إليه بفضل الله سبحانه وتعالى، وبنعمل مشاركة مننا لجميع الشعب المصري وجميع المواطنين إن هم شرفونا. إحنا عاملين احتفالية بشكل جميل وبنشارك وبنقول للرئيس كل سنة وسيادتك طيب.
نظمت سلاسل المطاعم المشاركة في مبادرة كلنا واحد في محافظة الإسكندرية احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو، ويتم بيع منتجات المطاعم المشاركة في المبادرة بأسعار مخفضة بخصم يصل إلى 25% على جميع المنتجات. هذا وتزينت سلاسل المحلات والمطاعم بأعلام مصر والأنوار والبالونات والأناشيد الوطنية وسط حالة فرحة وبهجة من المواطنين. هنا على طول، وطبعا فوجئت النهارده ان يوم يناسب يعني احتفال 30/6، ان المطعم عامل لنا ديسكاونت 25%. طبعا احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنستفيد من المبادره الرئاسيه اللي هو فيه خصم 25%، وشكرا لكل الناس ولرئيس الجمهوريه. مبادره كلنا واحد عامله خصم 25%، واحب اقول للشعب المصري ولرئيس الجمهوريه كل سنة وانتم طيبين. نازلين النهارده نشتري حلويات بمناسبه بقى العيد وكده، تمام؟ فجينا النهارده لقيناهم عاملين حاجه جميله جدا، مبادره من سياده الرئيس اسمها كلنا واحد، عاملين خصم كبير قوي النهارده، فاشترينا حلويات كتير قوي بمناسبه الخصم وبمناسبه بقى ان احنا هنعيد على قرايبنا وكده النهارده. كنت داخل محل حلواني عشان اشتري حلويات بمناسبه العيد، ولقيت المحل ده فيه مبادره كلنا واحد اللي عاملها السيد رئيس الجمهوريه، واسعار كويسة ومنتجات كويسة. دخلت اشتري حلويات لقيت خصم 25% مبادرة الرئاسة بمناسبة ذكرى 30 يونيو، وكل سنة احنا طيبين طبعا كلنا بمناسبة العيد وبمناسبة ذكرى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أنهى حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات بمشعر منى في ثاني أيام التشريق، وتوجه المتعجلون من الحجاج إلى الحرم المكي لأداء طواف الوداع. ويعتبر هذا هو آخر مناسك الحج ليغادر الحجاج المتعجلون مكة المكرمة. وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادها لاستقبال الحجاج المتعجلين لأداء طواف الوداع في ثاني أيام التشريق وسط منظومة متكاملة من الخدمات داخل المسجد الحرام. في ظل إجراءات اللوجستيات الميسرة التي وفرتها السلطات السعودية بمناطق المشاعر، تم تصعيد ضيوف الرحمن إلى جسر الجمرات بشكل ميسر في يوم التشريق الثاني والأخير للمتعجلين. فكانت هناك فرحة غامرة لدى الحجاج بأدائهم المناسك لتعود البعثة الطبية المصرية إلى فتح عياداتها ومواصلة العمل بها بمكة المكرمة والمدينة المنورة. حاليا احنا بنستعد ان احنا نرمي الجمرات الأخيرة ونتعجل ونرجع تاني لمكة لتقديم الخدمة الطبية للحجاج المصريين المتواجدين في مكة في مختلف الفنادق في مكة. البعثة الطبية بتقدم الخدمة الطبية والتأمين الطبي للحجاج المصريين على أعلى مستوى بجميع أفرادها والأطقم الطبية والإدارية والفنية. الحجاج المصريين بصحة جيدة الحمد لله، وأدوا مناسكهم بسهولة ويسر. أول ما نوصل بإذن الله في العودة لمكة هنبدأ نعمل حصر الحالات الإجهاد الحراري والحالات الأمراض المعدية، ونبدأ نتعامل معها
وهنبدا برضو نزود في الحملات التوعيه للناس اللي هتبدا تروح تكمل باذن الله رحلتها للمدينه المنوره. طمعانين ان شاء الله ان الحج يتم باجمل وجه والناس ترجع بسلام امنين باذن الله لارض الوطن. نجاح السلطات السعوديه في موسم الحج هذا العام رغم زياده الاعداد بعد جائحه كورونا جاء نتيجه للجاهزيه التي اعدتها السلطات السعوديه سواء في تجهيز الخيام او تصعيد ضيوف الرحمن بمناطق المشاعر. الحمد لله اللي وفقنا السنه هذه انه نخدم الحجاج المصريين. الحمد لله احسن الخدمات تقدمت في ظل دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وفي ظل دعم من المصريين والبعثة المصرية. الحمد لله اشتغلنا مع بعض وقدرنا نوفر أحسن الخدمات. الحجاج الحمد لله كانوا مبسوطين، كل الخدمات توفرت على موعدها، كل الخدمات كانت متوفرة بشكل دائم. وفرنا تسهيلات للبعثة الطبية، طبعا كان عندنا بعثة طبية مكونة من 165 دكتور باشر عدد من الحالات عندنا. جهزنا عيادة طبية كاملة في عرفة ومنى كاملة بكافة المستلزمات فيها ما شاء الله تبارك الله كل الاحتياجات. فرحة غامرة انتابت ضيوف الرحمن كافة لأداء من المناسك داعين الله بالقبول. الحمد لله الأعداد السنة دي في المملكة العربية السعودية كان متوقع أنها كتيرة، كنا متوقعين يبقى في قلق وتوتر، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبتفاهم الناس وزيادة العلم وتفاهم الناس من خلال العلوم الأزهرية وانتشار وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء بفضل الله سبحانه وتعالى لها جهود حثيثة وواصلة وموصولة. لكن أنصح نفسي أولا والسادة الحجاج أن نغتنم كل لحظة في هذه الأيام المباركة على هذه الأراضي المقدسة في الدعاء لأنفسنا ولأهالينا ولأوطاننا، ونسأل المولى تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وبلاد العالمين من كل مكروه وسوء. الحمد لله رب العالمين، نشكر فضله على الأجواء الجميلة والمشاعر وروحانيات اللي احنا بنعيش فيها. الحمد لله ربنا يتقبل. بس الحمد لله سعيدة جدا أن ربنا أكرمني بزيادة بيت الحرام الحمد لله والمسجد النبوي الشريف، والحمد لله على النعمة اللي أنعم علي. هنيئا لضيوف الرحمن أدائهم المناسك رغم الظروف المناخية القاسية التي واجهوها، إلا أن الأجر على قدر المشقة، نسأل الله القبول. محمد حلمي، التلفزيون المصري. اعتبرت فرنسا أن اتهام الأمم المتحدة شرطتها بأنها تعاني مشاكل عنصرية وتمييزا عنصريا لا أساس له من الصحة. وخلال اجتماع لخلية الأزمة أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب والاضطرابات التي تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي. أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نهاية نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يؤكد خلال الاحتفال بذكرى 30 من يونيو أن إرادة المصريين خلق الدولة متماسكة ينعم شعبها بالأمن والاستقرار. حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين يؤدون طواف الوداع بعد رمي الجمرات بمشعر منى في ثاني أيام التشريق. ماكرون ينشر تعزيزة إضافية للسيطرة على أعمال الشغب بالبلاد، والأمم المتحدة تصف الشرطة الفرنسية بالعنصرية. بختام العناوين نصل لختام نشرة التاسعة. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم سالمين.